إلى السنة الخلال. نعم، قال الحمد لله، اللهم ارض عنا وعن شيخنا المسلمين. قال الإمام الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة، قال وفاته عن ونف... بوب قال وفاته أبي بكر ومرثية علي لأبي بكر رضي الله عنه. قال أخبرنا أحمد بن منصور المروزي الخراساني يعرف بزاج يكنى أبا صالح. قال حدثنا أحمد بن مصعب المروزي عن عمر بن إبراهيم بن خالد القرشي عن عبد الملك بن عمير عن أسيد بن صفوان رضي الله عنه، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي بن حرب الطائي. قال حدثني دلهم بن يزيد قال حدثنا عوام بن حوشب أنه قال حدثني عمر بن إبراهيم الهاشمي يعني عبد الملك بن عمير عن أسيد بن صفوان رضي الله عنه قال وكانت له صحبة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لما قبض أبو بكر الصديق رحمه الله وسجي عليه ارتجت المدينة بالبكاء. قال علي بن حرب ودهش الناس كيوم قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء علي بن أبي طالب رحمه الله باكيا مسرعا فقال زاج مسترجعا وهو يقول اليوم انقطعت خلافة النبوة. قال حتى وقف على باب البيت الذي فيه أبو بكر رحمه الله. قال علي بن حرب مسجى فقال رحمك الله أبا بكر، كنت إلف رسول الله وأنسه ومستراحه ونعته وموضعا لسره ومشاورته، وأول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا وأخوفهم لله وأعظمهم غنى في دين الله وأحوطهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدبهم على الإسلام وأيمنهم على أصحابه وأحسنهم صحبة وأكثرهم مناقب. قال علي بن حرب وأفضلهم مناقب وأفضلهم سوابق. قال علي بن حرب وأكثرهم سوابق. قال وأرفعهم درجة وأقربهم وسيلة وأشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسيفا درجة وفضلا. قال علي بن حرب وأقربهم من رسول الله مجلسا وأشبههم به هديا وخلقا وسمتا وفعلا وأشرفهم منزلة وأكرمهم علية أو علية. قال وأوثقهم عنده فجزاك الله عن الإسلام خيرا وعن رسول الله خيرا صلى الله عليه وسلم. قال علي بن حرب صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كذبه الناس فسماك الله في كتابه صديقا. قال والذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم وصدق به. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال وقال زاج كنت عنده بمنزلة السمع والبصر فسماك الله في تنزيله صديقا. فقال والذي جاء بالصدق وصدق به. قال أبو بكر قال ورسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تقلوا وقمت معه عند مكانه حين عنه قعدوا وصحبته في الشدة أكرم الصحبة ثاني اثنين وصاحبه في الغار والمنزل عليه السكينة ورفيقه في الهجرة وخلفته في دين الله وأمته أحسن خلافة. قال علي بن حرب ورفيقه في الهجرة ومواطن الكره. قال خلفته في أمته بأحسن خلافة حين ارتد الناس وقمت بالأمر ما لم يقم به خليفة نبي. قال علي بن حرب وقمت بدين الله قياما لم يقمه خليفة نبي. قال قويت حين ضعف أصحابك ونهضت حين وهنوا. قال زاج حين وهن أصحابك. قال وبرزت حين استكانوا قال وقويت حين ضعفوا ولزمت منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هموا. قال علي بن حرب إذ هم أصحابه. قال كنت خليفته حقا لم تنازع ولم تصدع. قال علي بن حرب ولم تصد برغم المنافقين وكبت الكافرين وغيظ الباغين وكره الحاسدين وصغر الفاسقين قال وقمت بالأمر حين فشلوا ونطقت حين تدعتعوا مضيت بنور إذ وقفوا. قال علي بن حرب ومضيت بنور الله إذ وهنوا. قال فاتبعوك فهدوا كنت أخفضهم صوتا وأعلاهم فوقا وأقلهم كلاما وأصابهم منطقة وأطولهم صمتا وأبلغهم قولا وأكبرهم رأيا وأشجعهم نفسا. قال علي بن حرب وأشجعهم قلبا. قال وأشدهم يقينا وأحسنهم عقلا. قال زاج وأشرفهم عملا. قال وأعرفهم بالأمور كنت والله للدين يعصوبا. قال أولا حين نفر عنه الناس وأخيرا حين أقبلوا. قال علي بن حرب كنت أولا حين نفروا عنه وأخيرا حين فشلوا. قال كنت للمؤمنين أبا رحيما إذ صاروا عليك عيالا. قال علي بن حرب صاروا عليك عيلا. قال فحملت أثقال ما عنه ضعفوا ورعيت ما أهملوا وحفظت ما أضاعوا لعلمك بما جهلوا. قال شمرت إذ خنعوا. قال علي بن حرب وشمرت ما ارتجعوا. قال وعلوت إذ هلعوا وصبرت إذ جزعوا وأدركت أوثار ما طلبوا. قال علي بن حرب وأدركت آثار ما طلبوا.
قال وراجعوا رشدهم برأيك فظفروا ونالوا بك ما لم يحتسبوا. قال كنت على الكافرين عذابا صبا. قال علي بن حرب عذابا واصبا ونهبا. قال والمسلمين غيثا وخصبا. قال ذاج والمؤمنين رحمة وأنسا وحصنا. قال فطرت والله بغنائها وفزت بحبائها وذهبت بفضائلها وأدركت سوابقها. قال علي بن حرب وأحرزت سوابقها. قال لم تفلل حجتك ولم تضعف نصرتك ولم تختر نفسك. قال ولم تختر نفسك. قال ولم يزغ قلبك. قال كنت كالجبل فلا تحركه العواصف ولا تزينه القواصف. قال كنت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن الناس عليه في صحبتك وذات يدك. قال وكنت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا في بدنك قويا في أمر الله متواضعا في نفسك عظيما عند الله جليلا في أعين المؤمنين كبيرا في أنفسهم. قال علي بن حرب جليلا في الأرض كبيرا عند المؤمنين. قال لم يكن لأحد فيك مغمز ولا لقائل فيك مهمز ولا لأحد فيك مطمع ولا لمخلوق عندك هوادة. الضعيف الذليل عندك قوي عزيز حتى تأخذ له بحقه والقوي العزيز عندك ذليل حتى تأخذ منه الحق. القريب والبعيد في ذلك سواء. قال أقرب الناس إليك أطوعهم لله وأتقاهم له. شأنك الحق والصدق والرفق قول حكم وحتم. قال علي بن حرب قولك حق وحتم. نعم. ولو أمرك حكم وحزم. قال علي بن حرب وأمرك جبار وحزم جبار وحزم. أكملت؟ نعم أني قال فأقلعت وقد نهج السبيل وسهل العسير وأطفأت النيران وقوي الإيمان واعتدل بك الدين وثبت الإسلام والمسلمين أو المسلمون. قال علي بن حرب الإسلام والمؤمنون. قال وقوي الإيمان وظهر أمر الله ولو كره الكافرون. قال فجليت عنهم فأبصروا فسبقت والله سبقا بعيدا. قال وأتعبت من بعدك إتعابا شديدا وفزت بالخير. قال علي بن حرب بالحق فوزا مبينا. قال فجللت عن البكاء وعظمت رزيتك في السماء. قال علي بن حرب في السناء. قال وهدت مصيبتك الأنام. قال فإنا لله وإنا إليه راجعون. رضينا عن الله قضاءه وسلمنا له أمره. فوالله لن يصاب المسلمون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثلك أبدا. قال كنت للدين عزا وحرزا وكهفا والمؤمنين فيئة وحسنا وغيثا. فألحقك الله بميلة نبيك ولا أحرمنا أجرك. قال علي بن حرب وللمسلمين حسنا وأنسا وعلى المنافقين غليظا وغيظا وقضما. قال والحمد لله لا أحرمنا الله أجرك ولا أضلنا بعدك فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال فسكت الناس حتى انقضى كلامه ثم بكوا عليه حتى علت أصواتهم وقالوا صدقت يا ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي بن حرب وقالوا صدقت يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي تاني شيخ. نعم. قال أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا قريش بن أنس عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سويد بن يزيد أنه قال مررت بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو ذر رضي الله عنه جالس وحده فاغتنمت ذلك فجلست إليه. قال فذكر عثمان رضي الله عنه فقال لا أقول لعثمان إلا خيرا بعد الذي رأيته. قال فجلست إليه فذكر عثمان رضي الله عنه فقال لا أقول لعثمان إلا خيرا بعد الذي رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت أتتبع خلواتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعلم منه فمر بي واتبعته فدخل حائطا ودخلت معه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر ما جاء بك؟ قلت الله ورسولك. إذ جاء أبو بكر فسلم وجلس عن يمين رسول الله. إذ جاء عمر فسلم وجلس عن يمين أبي بكر. إذ جاء عثمان فسلم وجلس عن يمين عمر. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ 7 حصيات أو 9 حصيات بكفه فسبحنا حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل. ثم وضعهن فخلصنا. ثم أخذهن النبي صلى الله عليه وسلم فوضعهن في يدي أبي بكر فسبحنا حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل. ثم وضعهن فخلصنا. ثم أخذهن النبي صلى الله عليه وسلم فوضعهن في يد عمر رضي الله عنهم جميعا فسبحنا حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل. ثم وضعهن فخلصنا. ثم أخذهن النبي صلى الله عليه وسلم فوضعهن في يد عثمان فسبحنا حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل. قال ثم وضعهن فخلصنا. نعم نقف على هذا ونقول أنه الآن تكلم على الخلافة وخلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وأن أبي بكر رضي الله عنه أرضاه أحق الخلافة أحق بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وموته كان فجيعة على الأمة ليست بعدها فجيعة وفجيعة موت النبي صلى الله عليه وسلم كانت عظيمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأمة وبعده جعل خير الخلق يعني بعده.
خير الخلق بعده، وكان خير خليفة بعده بأبي هو وأمي رضي الله عنه وأرضاه. ولما دخل عليه ميتا فأخذ يعدد فضائل أبا بكر، وهو الذي عند خطبته قال والله لنقيلك ونستقيلك رضيك النبي صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لديننا. وقال عنه بأنه كانت خلافته عزا وفتحا، وكان فيها، وكان أقوى الضعيف عنده أقوى الناس، والقوي عنده ضعيف حتى يأخذ منه الحق، والضعيف عنده أقوى الناس حتى يأتي له بالحق. وكان نصرا للسنة، قامعا للبدعة، وكان مؤسسا للتوحيد، ولذلك قاتل أهل الردة. وهذه فضائل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وصار بها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر بخلافة عمر بعد خلافة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، والحديث الثاني بيّن ذلك. وعندما كان أبو موسى بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن أبو بكر فقال إذن له وبشره بالجنة، فدخل فجلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء عمر فقال إذن له وبشره بالجنة، فجاء على شمال النبي صلى الله عليه وسلم فجلس، الكل يدلي برجله على الماء. ثم جاء عثمان بن عفان فجعله مقابلا، قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فقال الله المستعان. وهذه أيضا كلها يعني بيان على مسألة الخلافة وفضل الخلفاء، وفيها أيضا فضل أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، والاستشعار والوحي بأن عمر يكون بعده. هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت المرأة وقالت إن لم أجدك إلى من أذهب، فقال إلى أبي بكر، ثم قال إلى عمر، كان هذا الترتيب. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.